في كثير ناس سألوا انه مين هذا الشخص اللي ضربك، انت عرفته شيء؟ عيونه مو غريب عليك يا شباب. عن جد انا كثير مبسوط على الاخبار اللي عم نسمعها، اقسم بالله فرحتي ما بعطي لحدا. اخواتي هلا وصلنا على المشفى ورايحين لعند خالي محمد ديما. هلا عم نصف ونازلين نروح على المشفى مشان نشوف خالي محمد واذا احسننا نطالع. قالوا لنا اليوم ان شاء الله هلا رايحين نطالع باذن الله. خلاص صار وضعه تمام الحمد لله، بلكي ما خلوه رح نشوف. هلا نشوف نفوت جوا نشوفه، ما في ان شاء الله بيطالعوا لنا اياه. ما بالله تابعوا الفيديو يا نطالعوا يا نايفه كمان يومين ان شاء الله. اخواتي يا رب يلا مرحبا. هلا وصلنا على المشفى ونحن رايحين عند خالي محمد. رح نطلع الطابق الاول، خالي محمد بالطابق الاول، واذا حسننا نطالعه ان شاء الله رح نطالعه ونصور لكم كل شيء بالتفصيل باذن الله. باذن الله رح نطالعه. هلا نروح نشوفه. تمام اخواتي، الشباب هلا عم يطلعوا من السياره. أي يا جماعة، ومخرج محمد ديمو وقلت الحمد لله على السلامة. هلا شو ضعنا؟ المخرج نروح نوقع ورقة ونسلمهم اليوم ونطلع. هالورا هذول كلهم شو بدنا نسوي فيهم؟ هذول ضلوا عندك، هذول النتائج اللي سويتهم كلهم. اعتنقت والله، ما عشان دائما اطلع. ان شاء الله لا تطلع. وتصور؟ ايه. خلي انت بينك شوفوا. مرحبا اخواتي. لا خلص امشي عند الشباب برا عم سلم. انا بعتذر كثير عن التقطيع اللي صار، ضيعتنا ما نعرف انا شو بدي احكي، بس حابب يعني اتشكر محي الدين صديقي عن جد كثير كثير كثير، شخص منيح، وهذا الشخص الوحيد يعني طبعا بعد اهلي يعني اكثر شخص ضل معي، يعني حتى اهلي كان مرات بس اني اروح على البيت هو الوحيد اللي ضل نايم جنبي يضل معي، يعني انا لما كنت اصحى اشوفه هو الوحيد جنبي. عن جد انا بتشكرك كثير يا محي الدين على الوقفه هاي، انت وكل شخص وقف معي. هذا واجبنا وانت اخ عزيز. وين الشباب هلا؟ الله يخليك. هلا انا غيرت ثيابي، غسلت ولبست لبس جديد، جاب لي اياهم محي من البيت، فهلا رح اطلع اشوف الشباب برا. يلا شوي.
شباب انا بتشكر الشباب كثير ما وصل عنا هدول وقفوا معي وقفه بس افرجي شغله للي عم شكك وشو هدول لك واحد اللي عم شكك بس هو خلص ماشي الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة خالص أحلى سعود الملك حبيبي منانا قال نرفع الشبابيك المهم حمود بدي أسألك شوي منان شوي بصراحة 20 يا زلمة شوي اللفات يعني ما بصير ما نمشي طول شو بحنا يخير يا زوجة حالك يعني حالك جرح شوي هيك فاكي ما أعرف طريقي روح يمين لا يسار المهم ايش كنت أسألك؟ مش معرفني ايش رأيك بالناس اللي عم بتقول انه هذا الشيء نحن اللي صاير معك انه هذا الشيء مقلب او كذب او تمثيل هلا حموده ماله حموده ماله خبر ما جبت له سيره بشيء انا يا احمد ما قلت له لا خيو في ناس عم تقول انه هذا الموضوع سعودي اول ما نحن اول ما صارت المشكله سعودي مصور كل شيء منزله على اليوتيوب انا اول شيء بعدت قلت له ليش انت عم تنزل فيديوهات اليوتيوب ان شاء الله العالم تعرف معنا بشغل بال العالم كله تعليقات وخير الله التعليقات اجوا يعني تقريبا شيء 5000 6000 كومنت تعرف هالشيء؟ كان في كثير ناس بحبوك كثير والله العظيم في كثير ناس بتحبك في كثير ناس بعتوا لي على الانستغرام على الفيسبوك رسائل خير الله لك تحت تليفونك وشوفوا انت شوف كم رساله جايتك بتوقع انا الرسائل اللي جايتك مو تحت ال 5000 رساله يعني هلا صار لي ساعه في الحوك مسكر الميجان؟ ايه انا مشان ما حدا يزعجك والله العظيم يا زلمه حتى كنت ابس من ستوريات واحيانا سعودي يبس وكان يعطوني التليفون لجوا اصور جوا هذا صورك ستوريات جوا انت كنت بالغرفه كذا عرفت والله العظيم ضرب الدنيا على التيك توك على التيك توك تبعك سعودي عم يجي اول باكثر غرفه انا اول يوم يومين ما كنت عم بنزل شيء انا ما صورت شيء انا كنت عم بقول له لسعودي لا تنزل شيء ولا تصور شيء في غرفه شفته انه هو لحاله مو لحاله بالبيت احنا هو عم بصور كل شيء عم يعمل فرجيني التعليقات طيب هلا بس نصور بتشوف لخيي بتشوف نحن نستغل الفرصه حتى نحن صورناك بغرفه التوموغرافي عرفت كيف؟ هاي بمد الواحد هيك على هذا طبق محوري طبق محوري مثل طبق محوري تقريبا هو طبق محوري هذا؟ طيب هلا انا بعرفه رنين مغناطيسي ايوه ما بنفهم فيه عفوا والله ما بعرف بس ثواني يعني هلا كان في داعي تملك تنشروا هالفيديوهات على العالم شغل بالك شغله ثانيه انه ليش السعودي مو هو بالبيت بيرك انه عم يمنتج الفيديو وعم ينزله انه عم بقولوا انه ايش عندكم فضاء ولا عم بقولوا لي انت ايش عندك فضاء في ناس عم تمنتج وتنزل انا بعرف في ناس كثير الا رح تعلم بس انه انتم ما كان لازم تنزلوا هيك شغلات ما في داعي يعني هلا بدي اقولوا انه عم نعمل هيك لحتى نستفيد شوي بس ما كان في داعي هلا انا لما كنت اشوف اي واحد يعمل هيك فيديو اقول والله ها عم يعمل هيك ليجيب مشاهدات فانت عملتوا هيك هلا خليتوا العالم كمان غلط هذا شيء خاص عائلي بيننا ما في داعي انت شخص شوف احمد بس شوي لو سمحت انت شخص مشهور ما لازم ينزل لك شخص يعني انه للعامه انت ما لك ملك نفسك في لك جمهور بيهتموا فيك بتفاصيلك ما كنت عم برضه يصور ما كنت عم اقول له انه انت روح صور كذا نزل للعالم عشان العالم تعرف فانا وقت شفت كميه التعليقات الكبيره اللي اجت على الفيديو اول فيديو اللي كان نشر سعودي فشفت رجع نشر مره ثانيه ونشر على التيك توك وعلى الانستغرام خرب الدنيا طلعت كميه الرسائل وكميه الكومنتات وكميه الناس اللي كانت خايفه عليك وزعلانه عليك كثيره والله جد هدول الناس والله العظيم هدول يرفع لهم القبعه هدول والله الروح بتعطيهم يا لازم الروح واحد يعطيهم اياها والله مستعين انا لسه ما شفت هلا بس اوصل على البيت راح اقرا التعليقات وراح اشوف الرسائل اللي وصلتني وراح احاول اني اشوفهم واحده واحده وارد عليهم ان شاء الله ان شاء الله حموده في شغله ثانيه كمان مو بس انه والله حساباتك لا كل واحد بيعرفك متواصل معك حتى لو متصور معك صوره عم بتواصلوا معه جمهورك بس مش شايف يعرفوا اخبار عنك والله العظيم خي قال لك مين قال لك كله
هذول ايش في مو كله لسه في كثير عالم يا زلمه عم بيقولوا لي هذا عم بدق لي وهذا عم بدق لي يا زلمه والله كل مره بدقوا لي اخيو في عالم خير الله بدق لي شو انتوا هيك يعني؟ شغلتوا بال الناس حرام انا بدال لا عم نطمنهم اول باول التقارير مشكله انا كنت عم بنشر ستوريات قليله وانا شغله ثانيه اجتني رسائل كثير ما حسيت ارد عليهم كلهم يعني رديت على واحد اثنين يعني بالمية مو انه واحد بس بعرف انه غلط انكم شغلتوا بال الناس هذا الموضوع بيناتنا كان ترجيدك كان حصل خير هلا انا بس بدي اقول يعني للناس اللي شغل بالها حقكم على راسي من فوق يعني عن جد يا شباب والله ما كان في داعي لهالشيء والموضوع ما كان اهلك يا شباب الموضوع ما كان لهي الدرجه كبير مثل ما هن كبروه موضوع بسيط هي خدشة سكينه الحمد لله انه طلعت صحيه عندما ضربت بالعظم يا زلمه طلع اخذ الحمد لله في عندك عرق شو هي خدشيه اوكي اهم شيء اني عملت بخير وسلام الحمد لله والموضوع ما كان لدرجه بالغه يعني انه يوصل ما بلغنا احنا لانه وصلته على اليوتيوب غلط فيا شباب اذا في حدا لسه مش خايف او متضايق او في شيء في باله يا شباب عن جد ريحوا حالكم الموضوع مو مستاهل في كثير ناس سالوا انه مين هذا الشخص اللي ضربك انت عرفته شيء تقريبا صار ملف التحقيق كله واضح بس بعدين نحكي بالموضوع احمد تمام على كل الاحوال تحسن شو انت شفته انا خلص بعدين نحكي خلص عيب خلي احكي عيونه مو غريب علي على كل حال هالموضوع انا هلا بس شوي راسي يرتاح هم اهلك يا شباب بحكي لكم فيه بحكي لكم اياه الفيديوهات راح تنزل ان شاء الله في شيء بده يتصور ان شاء الله اسف هلا يا شباب بعتذر كثير بده يرجع على بطن امه بدنا نجيبه انا بعتذر كثير هلا بس خليني اوصل على البيت واريح شوي ان شاء الله راح اصور لكم فيديو واحكي كل شيء بقدر يعني اعرفه بقدر بتذكره عن الموضوع اللي صار معي برجع بعتذر لانه شغلوا لكم بالكم كثير عن الموضوع والله مو مستاهل والله العظيم تعرف قصه تعرف قصه شغله ثانيه نزلت انا على قناتي فيديو لمده دقيقتين دبيت اللي عم بضرب بالسكينه كذا اكلت مخالفه لمده شهر ما بحسن انشر ولا فيديو شو سبحان الله كله اجوا مع بعض ولا فيديو بحسن انشر يعني غلط منيح انا خاف الله يكون طيرت القناه اكلت لا 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 كله بيدي لا انا اكلت سترايك ما جاش لا 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 ابدا قصد كلامي انه ما تنشروا دم مثل هذا لنروح قناتهم ما بعرف سترايكين انا هيقول نشرت على قناتي كمان دم لا ما نشرنا بس انا طبيعتي نشرته والله هلا اول اكلت سترايكين صراحه يعني ما بعرف يلا كله خير ان شاء الله عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك ما بقدر احكي لك كثير اني شوي بطني صرجعي بس بدي مي انا باي هلا راح اسكر شباب انا راح اسكر بس حابب اقول لكم شغله في كل شر خير مشان تكونوا بالصوره مزبوط لا محمد في كل شر خير ان شاء الله خير شوي يا شباب انا برجع بعتذر راح اصور لكم فيديو ان شاء الله بس اصحصح ان شاء الله بصور لكم فيديو وبحكي لكم كل شيء صار معي لهون حاجه انا والله المتابعين في الشد فيهم طار متابعينك والله الكل عم ادعي لك الكل عم ادعي لك الله يشفيك في ناس والله يا محمد والله جد هذول نعمه من رب العالمين عبد الله استاذ محي الدين نحن اسفين للازعاج بس طمنا عم محمد اقسم بالله الكل بده محمد اقسم بالله في ناس هيك عم تبعث رسائل يا جماعه عن جد يا شباب عن جد انا كثير مبسوط على الاخبار اللي عم بسمعها اقسم بالله فرحتي ما بعطي لحدا على وقفتكم هاي معي والله ما راح انسى لكم اياها وفي شغله يا محمد بدي ما يوخزوني عليها بتعرف انت وقت بروح عنده دكتور وكذا وفي اوراق كذا ما عم بحسن برد على العالم كله عرفت كيف عن طريق تليفونك ولا تليفوني ولا اي شيء كان واقف هالشيء لاني بدي اتابع مع الدكاتره انا اذا ما تابعت انا ما في حدا غيري انا معه كذا اهم شيء انك ما خبصت لا تخاف كل الله شفنا خالي محمد الحمد لله